يا أهلا يا أهلا، عاملين إيه؟ النهاردة أنا قلت أعمل شوية قريش، بحب أفطر بيهم مع الشاي بلبن. تعالوا نشوف الطريقة والمقادير بتاعتنا. يلا نبدأ. المقادير بتاعتي عندي 10 كوبايات دقيق نخلتهم، وكوباية زيت، 3/4 كوب حليب بودرة، علبة زبادي، علبة قشطة، وتقريبا في حدود 3 كوبايات سمنة، وعندي سمسم، معلقة بيكنج باودر، ومعلقة كبيرة خميرة، وكوبايتين أو 3 على حسب العجينة ما هتاخد مني حليب، بس يكون دافي يا جماعة. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة هعملها هاخد السمنة بتاعتي اسخنها على النار شوية، على ما تسخن هبدأ اعمل الخميرة. دي الخميرة بتاعتي، هنزل عليها بشوية مية دافية، وهحط ليها شوية سكر صغيرة وأدوبها كويس. زي ما انت شايفين أنا دوبتها كويس، وهغطيها وهسيبها لما تتفاعل وأشوف السمنة بتاعتي. فيها السمنة بتاعتي والحليب طبعا عندي دافي، وهنبدأ نشتغل. أول حاجة هعملها هنزل بيكنج باودر والسمسم بتاعي على حسب الكمية، وهخلطهم كويس مع الدقيق. هنزل بالحليب البودرة بتاعي واخلط كل المكونات الجافة كلها مع بعض. حاجة هعملها هنزل بالسمنة، بسم الله الرحمن الرحيم، واقلب شوية شوية. جزء من السمنة طبعا وقلبته زي ما انت شايفين، هنزل القشطة بتاعتي وكمان الزبادي، وابدأ اقلب الدقيق مع الزبادي والقشطة. هنزل بشوية زيت، بسم الله، وارجع اعجن تاني. ده شكل العجينة بتاعتي. لسه طبعا هنزل بباقي المكونات، هنزل بالخميرة وبعديها هنزل بالسمنة، وهبدأ أكمل عجن، وأنا بعجن هبدأ أنزل بالحليب علشان يلم معايا العجينة. أنا هضيف دلوقتي معلقة صغيرة جدا ملح، كمان بمعلقة سكر، وهقلب العجينة. هنزل دلوقتي بباقي السمنة بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم، الخميرة بتاعتي خلاص كده تفعلت، هبدأ اضيفها الدقيق بتاعي او العجينة بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ بقى اعجن في العجينة بتاعتي، ودي العجينة بعد ما خلصت هغطيها واحطها في مكان دافي لمدة ساعة لما ترتاح، بعدين نبدأ نشتغل عليها. دي العجينة بتاعتي بعد ما ارتاحت واتخمرت كويس قوي، انا قطعتها بالطريقة دي، وهبدأ اشكلها، وكل واحد على حسب ما هو عاوز، حابب يعملها دواير، حابب يعملها مستطيلات، على حسب ما انتوا عاوزين. خليكم معايا لنهاية الفيديو وشوفوا انا هعملها ازاي. بدأت اشكل العجينة وحطيت جزء فيه تمر، بفردها مستطيلة، والتمر زي ما انت شايفين، وهبدأ ألفها وبعدين أقطعها. دي المناقيش اللي عملتها، قطعتها وشكلتها بالطريقة دي، وهغطيها وهسيبها ترتاح شوية وبعدين أدخلها الفرن. خليكم معنا لنهاية الفيديو، ما تنسوش لايك وشير،
سبسكرايب. دي اول صينية احنا دخلناها الفرن زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. خليكم معانا لنهاية الفيديو. ودي القراقيش بتاعتنا بعد ما خلصت وخرجت من الفرن. يا رب الطريقة تكون سهلة وبسيطة، وما تنسوش لايك وشير سبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.